اليوم احنا بصدد عرض التقرير السنوي لشبكة الرابطة إنجاد بشراكة مع نساء متضامنات، واللي تيضم أكثر من 30 جمعية، واللي رصدات أكثر من 9000 حالة ديال النساء الوافدات عليها اللي تيتمارس عليهم العنف. هاد النساء نساء المغرب اللي هما تم رصد كذلك العدد ديال أكثر من 43 ألف حالة عنف ممارسة عليهم. طبيعة الحال العنف بأشكاله زعما المتنوعة النفسية والجنسية والجسدية الاقتصادية والقانونية. من هنا تيبان لنا أن الظاهرة ديال العنف مازال في تقدم، مازال كثيرة، واللي الفيدرالية هنايا كطالب بشراكة مع شبكة الرابطة إنجاد، المطالب ديالها هي مناهضة العنف وتسطير مبدأ المساواة بين الجنسين والمصلحة الفضلى للطفل، ويعني مناهضة العنف بجميع أشكاله ضد النساء المغربيات اللي بطبيعة الحال تيقصيهم من التنمية المجتمعية وتيقصيهم من التطور. الفيدرالية هذه مناسبة في العرض ديال التقرير ديالها السنوي من أجل تقديم المطالب ديالها من أجل تغيير المدونة اللي هي المشوار ديالها كاين في هاد الأيام.